بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكملين إن شاء الله بإذن الله حديثنا المتصل اللي اتوقفنا عنده في الابيسود اللي فات تحت العنوان الميثودز والبروبرتيز اللي بتشتغل مع الأري. وإحنا تقريبا اتكلمنا عن عن بروبرتي واحدة بس اللي كانت لينث، وبعدين دخلنا بشكل مباشر على طول في الميثودز. يمكن نكون في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ميثودز بسيطة، الحلقة اليوم راح نتكلم عن ثلاث ميثودز مور كومبليكيتد من الميثودز اللي حكينا فيها الحلقة اللي فاتت. راح نبدأهم من دلوقتي بأول ميثود بتكون عبارة عن الميثود سلايس. و keep focus keep tracking in method slice غير الميثود سبلايس اللي احنا حكينا عنها المرة اللي فاتت، الخاصة بانها بتحاول تريموف elements او اكتر من نص الاري. لا دي اسمها سبلايس، لكن احنا اليوم راح نحكي في السلايس. جيد اوكي. طيب انا عايزك تركز معايا شوية لاني ربما نكون استخدمناها بشكل غير المعهود. تمام، المعهود ان احنا نستخدمها بشكل مباشر، الغير المعهود ان احنا هنحاول نعرف اري باري تانية. اللي هو ايه يعني؟ اللي هو ببساطة انا عرفت variable اسمه new items وقلت له بص بقى الفاريبل ده بيساوي قيمة الكالرز اللي هي عبارة عن array فوق dot slice، وعملت control s وانت اخدت بالك من اللي حصل، ها after و before، ومن الواضح انك تكون ماشي. حاضر، قبل ما ادخل في الكونتنت انا عندي يا جماعة array كان اسمه color، الarray دي فيها اكوا وسيان وماجنتا وبلو، وانا مدي له امر اسمه before واكتب الarray، راح كتب لي بقى ايه بيفور واكوا وسيان وماجنتا وبلو. رحت بعدين معرف ايتمز تانية اسمها ايه، اسمها نيو ايتمز كده، دي عبارة عن ايه، عن فاريبل. لكن لما انا حطيت كلرز بقيت ان الفاريبل دي هيشيل جوا منها اري، فهي دي تعتبر برضو اري، فانا عملت ميكسد اري حطيت اري جوا اري دوت، ورحت مستخدم ان قيمة الاري دي يا جماعة عبارة عن قيمة الاري اللي اسمها كلرز دوت سلايز، مستخدم فيها ايه، مستخدم فيها السلايز بتاع قيمة الاري اللي اسمها كلر، ورحت كاتب كونسول دوت لوج وافتر والقيم والاري الجديده اللي هي نيو ايتمز. ايه اللي حصل في افتر وبيفور؟ بيفور دي قيمه الاري اللي فاتت حط لي فيها الاربع عناصر بالاندكس بتاعهم، وافتر قيمه الاري الجديده العناصر بالاربعه بتاعهم. انت مش شايف فرق ما بين الاثنين، لكن في فرق واضح جدا ما بين الاثنين هيبان لو انا عملت سنس اوف كنترول ورحت صحيت السطر ده. يا جماعه انا صحيت السطر اللي بيقول نيو ايتمز دوت بوب، وانت عارف ان الامر بوب ده بيعمل ايه بالظبط، انا عايز انفذ الميثود بوب على النيو ايتمز. تمام، فالاليه او النتيجه هتطبق على مين؟ على نيو ايتمز. خليني اعمل كنترول اس وتشوف اللي هيحصل. فافتر طبعا انا محتاج اني بعد ما اطبق الامر ده محتاج اني اصحي السطر اللي تحت منه علشان ايه، علشان اقول لحضرتك ايه اللي حصل، اوري حضرتك اللي حصل في نيو ايتمز. تمام، وخليني اشغل زي ما انا، ها انا انوم السطر ده وهاخد الكلمه افتر ونيو ايتمز، يعني عشان انت برضو تاخد بالك من الكلام اللي كان مكتوب او انت تركز معايا شويه. نيو ايتمز تمام، ففي افتر ايه اللي حصل يا جماعه؟ اهو جميل، في افتر اللي حصل باني بإني هو بص النيو ايتمز في الاول كده، انت الامر بوب ده بيعمل ايه، انت عارف ان الامر بوب بيشيل اخر كده حلو، فاللي حصل ان هو شال لك البلو. جميل يعني طيب، طب في بيفور هو موجود فوق لكن في افتر البلو مش موجود برضه، لسه ما 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 عرفناش نجس او نخمن هي بتعمل ايه. طيب حاضر، انا لو قلت لك لو صحيت العناصر دي وقلت لك بص يا سيدي اكتب لي قيمه الاري الاساسيه اللي هي كلرز دلوقتي، ممكن تكون تاخد بالك، ها تحت كتب لي واكوا وسيان وماجنتا وبلو، لكن الاري اللي كان اسمها نيو ايتمز فيها ايه اللي هي في افتر؟ فيها اكوا وسيان وماجنتا. ها عرفت بقى هي بتعمل ايه سلايز؟ الله يسترك يا رب. يبقى الامر سلايز لما بيتكتب في اري في لما بيتضاف الميثود، اسف يا رب، الميثود سلايس لما بتضاف على اري معينه بتاخد كوبي منها، كوبي بشكل كامل، بدليل ده اللي حصل بالظبط. لو انا قلت له كلر دوت سلايس فراح، وبعدين رحت قلت له كونسول دوت اهو، خليني انوم السطور ديت كلها واصحي السطر ده وعملت كنترول اس، هلاقي ان هو اخذ لي كوبي نسخه طبق الاصل من الاري اللي اسمها كلرز، لكن سماها لي ايه؟ سماها لي بالاسم اللي انا محتاجه اللي هو كان عباره عن نيو ايتمز. حلو، فلما جيت انا اصحي السطور دي كلها واعمل كنترول اس واعمل عمليه على اهو، انا عملت نيو ايتمز، عملت عمليه حذف لاخر عنصر في الاري بتاعت نيو ايتمز، وقلت له بص
انا عايز افطر ونيو ايتمز، ففي افطر راح طلع لي اكوا وسيانو وماجنتا، ده بالعمليه اللي حصلت عليها اللي هي كانت عمليه البوب، فبالتالي اخر لون محذوف. لكن ده ما غيرليش في الاري الاساسيه اللي اسمها كولرز، لان بدليل لما قلت له اكتب لي كولرز طلع لي اكوا وسيانو وماجنتا وبلو. يعني اللي حصل بان العمليه تمت على نيو ايتمز وما تمتش على مين؟ وما تمتش على كولرز. معناها ان نيو ايتمز اخذت كل العناصر اللي موجوده في كولرز، وانا لما طبقت عليها الامر بوب حذفت لي اخر عنصر فيها، فهي بتعمل لي كوبي لكل العناصر اللي موجوده في الاري اللي انا عرفتها. يا رب يكون المعنى واضح. تمام ماشي، خلونا ننوم السطر ده كله ونعمل السطور دي كلها ونرجع مره تاني علشان ناخد ميثود تاني. الميثود ديت يا جماعه بتكون عباره عن اندكس اوف. حلو، اندكس اوف الطريقه، اندكس اوف الاطار النظري او التاصيل النظري ليها، بدل ما نخمن هنقوله وبعدين نشرحه. بدي بتدلنا رقم الاندكس بتاع سيرش معين. ها تاني اكتبها كده. ها الطريقه اندكس اوف بتدلنا الرقم الاندكس بتاع سيرش معين. مثلا خلونا نبحث عن ايتم معين داخل البتاع العجيبه اللي احنا شغالين فيها دي. طيب هو في الاول كده خلينا نصحيها، لو انا بحث، لو انا عايز ابحث عن عنصر معين، وانا ببحث عن العنصر في كتبت اسمه في الارجومنت الاول. ها 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 تاني. طيب اذا عايز نبحث عن ايتم معين في الاري بتاعت كلر، ها الاري بتاع كلر فيها ايه؟ فيها اكوا وسيان وماجنتا وبلو. انت عايز تدور على مين؟ عايز تدور على بلو. هتروح تكتبه فين؟ هتكتبه في الارجومنت الاول. انا ما اظن عرفنا يعني ايه ارجومنت. حلو، تكتبه في الارجومنت الاول. يبقى الارجومنت الاول ده بيتكتب فيه نص البحث اللي انت عايز تدور عليه. طيب والارجومنت الثاني بتكتب فيه ايه؟ ده بتكتب فيه بدايه البحث. يعني ايه بدايه البحث؟ يعني ايه؟ اذا انت عايز تبحث من نقطه معينه داخل الاري دي، وانت عارف ان الاري بتاعك ليها اندكس، ها عارف انت 0 1 2 3 4. طيب انت عايز تبدا بحث من فين بالظبط؟ من الاندكس. ها من الاندكس، من الاندكس، كررناها 3 مرات اهو. حلو، انا عايز ابدا من الاندكس رقم 0، يعني ابدا لي من اول واحد من اكوا. طيب انا هبدا هبدا من اندكس رقم 0، ادور لك على الحاجه اللي انت كاتبها لي في فين؟ في الارجومنت الاولاني اللي هو بيكون عباره عن ايه؟ اللي هو بيكون عباره عن نص البحث. حلو، معناها كده اني انا هبتدي ادور في 0 بلو موجوده عندك؟ لا. طب في واحد بلو موجودة عندك؟ لا. طب في اتنين بلو موجودة عندك؟ لا. طب في تلاتة في الاندكس رقم تلاتة بلو موجودة عندك؟ اه تمام، حلو كده خالص. احنا ده بالنسبه اللي بتعمله اندكس اوف، لكن احنا عملنا ايه؟ برضه عملناها بشكل وظيفي، رحنا معرفين متغير وسميناه ريزلت، وقلنا والله الريزلت ده بيساوي قيمه الاندكس اوف، فانا عايز الريزلت. ها لو انا عملت كنترول اس اكسبكتد ان هو يطلع لي القيمه رقم تلاتة، لانه انت مشيت معانا في البرنامج وقلت له بص يا عمنا انا كمتغير اسمي ريزولت عايزك تشتغل لي على الاري اللي اسمها كلرز، وتحاول حضرتك تدور لي على بلو فين؟ ها بلو فين من العنصر رقم صفر؟ ها من العنصر رقم صفر بلو عندك؟ لا. رقم واحد بلو عندك؟ لا. اتنين بلو عندك؟ لا. تلاتة بلو عندك؟ اه. فراح طلع لي قيمة الاندكس بتاعها بانها عبارة عن كام؟ بان الاندكس ده عبارة عن رقم تلاتة. والرول ده، الطريقة دي، الآلية دي راح نستخدمها بشكل معقد شوية في انها افكتيف جدا يا جماعة، وبصراحة هنستخدمها بطريقة، هنستخدمها أكتر من مرة عموما يعني، بس مش عايزين نعقد الأمور دلوقتي، بس خد بالك انك راح تستخدمها. ده بالنسبة ليه؟ الميثود الثانيه اللي بتكون عباره عن اندكس اوف. الميثود الثالثه الطريقه جوين، راح نستخدمها كتير يا جماعه. والطريقه دي بمنتهى البساطه بتاخد كل العناصر الموجوده في الاري بتاعك وتعمل لهم جوين، بتجمعهم كده في سترنج، في سنجل سترنج، في سنجل سترنج لاين، او عموما يعني في سنجل سترنج. ها يعني بتاخد كل العناصر الموجوده في الاري تبعك وتضمهم مع بعض في سنجل سترنج، وتفصل ما بين كل ايتم والتاني بكوما، كوما سيبريتد. حلو، خلونا طيب نصحي السطور ديت كلها كنترول اس، وانا هاخد ايتمز ده بكوبي، و ادي كنترول في. انا اسف، انا عامل كنترول اس. انا عملت ايه؟ انا عرفت متغير برضه، ها، وقلت له بص انت شغلك على شغلك على ايه؟ شغلك على الكالرز، الاري اللي اسمها كالرز دي، ورحت كاتب دوت جوين. ها حلو، فراح عمل لي ايه بقى؟ ادي افتر وبيفور، راح عمل لي، قال لي بص افتر دي بقت اكوا اكوا وكوما، سيانو وكوما، ماجنتا وكوما، بلو وكوما. ده اللي حصل بالظبط في افتر يا جماعه، راح صفل لي كل العناصر اللي موجوده في الاري اللي اسمها كلر، ها، وجمعهم لي كلهم مع بعض في لونلي سنجل لاين. حلو جميل، لكن طيب انت لو عايز
تغير يعني انت حاسس ان هم في كده يعني ايه بعاد عن بعض ده الكلام ده او قريبين من بعض خالص، عايز تسيب مسافة بين كل عنصر والتاني، الكلام ده يحصل في الارجومنت. يعني انا حطيت سنجل كوتيشن يا جماعة هنا تمام، خليني امسح المسافة دي، ورحت واخد مسافة في النص ما بين الاثنين وعملت كنترول اس، هلاقي ان هو ايه غير لي الكومة بسيباريت، غير لي الكومة بايه بمسافة حلو. لكن لو انا حطيت الكومة وبعد منها مسافة، هياخد لي كومة يعني الكومة وبعد منها مسافة وبعدين العنصر حلو. طب انا مش عايز الكومة خالص وعايز استخدم مثلا حاجة شيك زي اند كده، ها وبعدين مسافة اعمل كنترول اس، هيجمع لي ما بينهم بالاند، ها مثلا ناخد البايبل هيفصل لي ما بينهم بالبايبل، وهكذا. المهم وهكذا، المهم دي انت بتستخدمها علشان تعمل تجمع الحاجات الحلوة دي في ايه كأن هما كده مع بعض. جاي حلو خالص. إيه خلينا نفرد المشهد الجميل كده مع حضراتكم، ودولت مجموعة الميثودز اللي احنا حاولنا نحكي فيهم. حلو جميل، واتكلمنا ربما عن البروبرتي جميل. إيه طيب هو هما دول كل الكلام اللي ممكن يحصل في الميثودز والبروبرتيز اللي موجودة في الاري؟ ابسوليوتلي نوت. الاري شباب فيها كمية كبيرة جدا من الشغل. مثلا فيها في البروبرتيز لينث، وفيها بروتوتايب، وفيها حاجات تانية، وفيها في الميثودز فورم، وفيها از اري، وفيها كلام كتير جدا في 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 في, في نقط مختلفه زي فيل وفايند وفور ريتش وانكلودز ومن ضمنهم جوين اللي احنا لسه كنا متكلمين عنها. ففي كلام كتير جدا جوه موضوع الاري ده يا شباب. في تطلع على مكتبه ام دي ان بتاعت موزيلا لو انت عايز تبقى اوير اوف ايه الكلام اللي بيحصل جوه الاري يا جماعه، من ميثودز ومن ايه ومن اين يكون بقى ايه بروبرتيز مختلفه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.